تحدي مع صاحب محمد. ظهر معايا بكده فيديو بس انا ما نزلتهوش، هحاول انزله او ابتدي انزله. التحدي النهارده ان شاء الله هيكون تحدي الازازه. حاجة انا ورا كام حاجة لا انا بيدي كده انا ورا قص ايه ده مش عارف مش عارف ولا حاجة حاجة قص حاجة ورا قص اوه انا هبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده توقف يا جماعة واتس اون مول I am the one, no way your time, don't need a gun to get respect for the street. Get low when the whistle go. Oh. 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 Psych! That's the wrong number! يلا يا عم طبعا ماشي 3-1 2-1 اقسم بالله يا عم ماشي 2-1 على فكرة لو جبناه هنا كده نقطتين 2 دول نقطتين ايه سوا يلا I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. ماشي بس يا اخو ماشي 2-2 2-2 بصوا دي يا ما جاتش عمرها ما تقف كده عمرها ما تيجي عمرها 2-2 ايه ده؟ بصوا بعد يا جماعة 2-2 يا جماعة انا دايما زهقت يلا متحمس ايوه انا متحمس انت متخلف يا ابني سايك بص بقى دي فوتو ذا هند بص عايز احاول اجيبها بس مش عارف كتير كتير بسم الله يلا هوي سايك That's the wrong number. Damn. صبح. Damn. زي ما قول. أربعة اثنين. والله أربعة ثلاثة كنت ماشي. أيوة صح ماشي. أربعة ثلاثة. لو جبتها أنا لو جبتها يبقى أنا أنا كسب محمد أشرف فيها. أوف. يلا هو يبقى كسب. ماشي يا عيد. ما كانتش جاية يا دوري دلوقتي يا جماعة عمال اطلعها لي فوق خالص ما جاتش سايك
That's the wrong number. ياه والله حصل هيكسب. بس احنا كده شوي امزح شوي. انا لا امزح. انت متخلف يا ابني. انت اللي مش بيعرف الكاميرا. That's the wrong number. خيتني والله بس ماشي. رجعتش. لا 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 محمد لا محمد لا محمد. اي محمد. اوه. كده 5-4. 5-4 يا جماعة. اوه. فضل لي واحدة وهكسب. واكلها الليمون. تين. وانت اكيد هتاكل الليمون. ان شاء الله يعني. ياه. بص بقى دي. اقعد يا ابني. يلا يا جماعه بقول دلوقتي ما جاتش لا واحدة يا جماعه واكسب فاهمني يعني مش عارفه تقريبا هو هاكل الليمون انا ليه؟ اشكال انا هاكل الليمون اه ماشي ما جاتش دي جايه amazing بصي دي بقى انا ربنا انت ربنا ما جاتش دلوقتي يا جماعه عبد المحمد دلوقتي عشان ده يعرف اوه شفت ان ده شكله هو اللي هياكل شكله اللي هياكل ده كده 5-4 يا جماعه محمد اصلا ما يحبش الموت مين ده متزحلق؟ بتاع متزحلق مين ده كده بيعمل مومو؟ مجهز برنامج كليتاس يلا ما عملتش خرب بيتك هو في احراق الارزيق ليه؟ Fight. That's the wrong number. لا بالقش لا ايش دعوة ماشي يا جماعة واحدة بالقش واحدة لا ممتين همك واحدة بالقش واحدة لا اتفضل براحتك حد يبالك اخو الامر انجز بقى انا متوسع خلي انا مش حد يبالك انا مزبالك شيء على بيالك كل برسو انا جماعة تعبير احنا اصلا بنعمل قضاء ايه كشافات 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 ونور بس النور راح ده يلا محمد تاكل ما راح تاكل كلها لا تاكل الاثنين لا من غير قش حط ايدي يا محمد بقى عشان البجي انا حاضر فوق العالم انت اللي اخترت هتاكلهم يعني هتاكلهم ده قدام المتابعين يا جماعة لو عايزين محمد طب جاء تاني يا ريت تنزل تقول لي تحت في التعليقات في المكان يلا حمو عشان الفيديو حمو 15 دقيقة
ده قبل ما انتهي ها الصوت دي قبل ما انتهي بس يلا حمو بقى الفيديو حمو ماشي انت كلتها كلها؟ ملاقيش وشك اتغير كده يعني ولا اي حاجه يلا بس يلا خليني بص يا جدعان دي اخد على بق واحد يلا فيديو انا محمد هحط لكم صورة المقطع اخر فيديو انت ما سبسكرايب هنا واللايك هنا لا مش كده حاجة تعمل لايك هنا سبسكرايب تعالى كده يا ابني عشان كده خدت السبسكرايب اللي انزل تحت سبسكرايب وكومنت هنا كومنت هنا كده احنا مش باينين ما يجي لك كده كومنت هنا هنا فوق هنا هنا فوق بزي. هنا فوق هنا. لا 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 كمان الفيديو مرة عندي كلها يلا يلا قوي اللي نقطع عم بلاي يلا قوي بس يا عمو بقى دي تاني مرة يا جماعة نبدأ طوعها ده I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street يلا يا بس يلا حمو يلا بحمو اخر حته حمو لا بره عني لا ولا ولا جاب الفوطه جنبك ايه خليك طبعا اجيب لك فوطه راح اجيب الفوطه دلوقتي يا جماعه جبت له فوطه يا جماعه اهي بس بص انا جيت لا 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 يا حبيب قلبي لا 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 ما احسن ما تنزلش قول يلا حمو على بق واحد حمو بقى يلا كل طالع على بق واحد طب ما بجد تاكل دي حتى يا جدعان والله هاي لو انا نص لو انا اخيرا هاكلها بقى واحد انت بتحب الليمون بجد؟ يلا بقى يلا خلصت اول ما تخلص سقف اعمل كده خلاص اقفل طب بعد ما تخلص بقى صحيني ها وانا اتشليت خلاص خلصت خلصت الفيديو يلا ست سيفة يلا يا جماعه كده وصلنا نهايه الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم اتمنى تشوفوا اتمنى تشوف تفكير لقطه على المقطع ده ريت نشوف دعم غير طبيعي على المقطع ده وياريت تقولوا لو عايزين محمد تاني في الفيديوهات التانية محمد طه في لا لا مش محمد طه اكتبوا عايزين محمد يجي في الفيديوهات التانية والسلام Oh.